عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة كما استقبل الرئيس السيسي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأكد الرئيس السيسي الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان الرئيسين عقدا جلسه مباحثات موسعه بحضور وفدي البلدين بشان الاوضاع الجاريه في الاراضي الفلسطينيه. حيث استعرض الرئيس ابو مازن مستجدات العمليات العسكريه الاسرائيليه في قطاع غزه وما خلفته من ماساه انسانيه كارثيه الى جانب الاوضاع في الضفه الغربيه وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الاسرائيلي ومن جانبه عرض السيد الرئيس الجهود المكثفه والاتصالات الجاريه التي تقوم بها مصر مع مختلف الاطراف للدفع تجاه وقف اطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الانسانيه بالكميات الكافيه الى قطاع غزه لانهاء معاناه المدنيين في قطاع غزه واضاف المتحدث الرسمي انه تم خلال المباحثات تاكيد الدور المحوري الذي تطلع به السلطه الوطنيه الفلسطينيه وضروره اتخاذ كافه الاجراءات لتقديم الدعم للسلطه للقيام بدورها وشدد الرئيسان على ان القضيه الفلسطينيه تمر اليوم بمفترق طرق مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعله التحلي باعلى درجات المسؤوليه التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على تسوية العادلة والشاملة التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وباعتبار ذلك أيضا الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدين الرفض القاطع لايه مساعي او محاولات تهدف لتصفيه القضيه الفلسطينيه او تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم باي شكل من الاشكال كما اعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر المساند والداعم للقضيه الفلسطينيه تاريخيا وحتى اللحظه الراهنه التي تبذل فيها مصر جهودا كبيره ودؤوبه على جميع المستويات لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعه كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد احمد ابو الغيط امين عام جامعه الدول العربيه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان الامين العام لجامعه الدول العربيه حرص على التقدم بالتهنئه للسيد الرئيس على اعاده انتخابه لفتره رئاسيه جديده معربا عن تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعه الدول العربيه ايمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك والحفاظ على وحده الصف العربي في مواجهه ما تتعرض له المنطقه من تحديات متشابكه وغير مسبوقه وقد تناول اللقاء في هذا السياق اهم القضايا والتحديات المطروحه على الساحه وعلى راسها مستجدات الوضع في الاراضي الفلسطينيه وقطاع غزه والجهود المكثفه الراميه لوقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانيه وتفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي الى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعه واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وفقا للمرجعيات الدوليه المعتمده